الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: له صديق يحبه كثيرا، ولكن حصل بينهم افتراق وصار بينهم جفاء لمدة طويلة. يقول: أتواصل معه ولا يرد، فهل إذا تصدقت عنه يصح ذلك؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن التهاجر بين المسلمين لا يجوز، لا يجوز التهاجر بين المسلمين على أمر من أمور الدنيا التافهة القذرة، فإن الدنيا أحقر وأنقص من أن تمتلئ قلوبنا على بعضنا حقدا وغما وهما وحنقا وحسدا، فالدنيا والله العظيم إنها أحقر من ذلك بكثير. الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، فلا ندخلها في قلوبنا فنوالي إخواننا على مقتضى الدنيا ونعاديهم على شيء من الدنيا ونحبهم على الدنيا ونبغضهم على الدنيا ونعطيهم للدنيا ونمنعهم للدنيا، فتكون أمورنا في أوائلها وأواخرها قائمة على الدنيا. فنحن ما خلقنا للدنيا، وإنما نزلنا في الدنيا بسبب معصية أبينا آدم، فنحن غرباء في هذه الدنيا، نحن غرباء في هذه الدنيا، نحن غرباء في هذه الدنيا أيها الإخوان، ونحن منفيون من دارنا الأصلية في هذه الدنيا. فإياكم أن تدخل الدنيا في قلوبكم وأن تجعلوها موئلا لمحبتكم وبغضكم وولائكم وبرائكم، فلا ينبغي أن تعظموا الدنيا هذا التعظيم الذي يوجب فرقتكم مع إخوانكم وبغضكم لأهلكم وأقاربكم. الدنيا أحقر من ذلك، الدنيا أحقر من ذلك. فالله الله بالتصافي والتسامح والعفو والتصافح وصفاء النفوس والتنازل والتواضع والتغافل عن كثير من الأخطاء التي تصدر من إخوانك عليك، ومحو الأمر واحتساب الأجر والصبر على علاقتنا مع إخواننا حتى وإن هفوا علينا وإن زلت أقدامهم أو ألسنتهم أو أخطأوا علينا، فلا ينبغي أن يقف الإنسان عند مثل هذه الأشياء التي توجب فرقته مع إخوانه وانقطاع أواصر محبة قلبه لهم. فلنبقي إخوتنا الإيمانية على ما نحن عليه، ولنعلم أن الشيطان حريص على أن يحرش بيننا علاقتنا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي الحديث الآخر: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق سنة فمات دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا أن نرضي الشيطان بهذه الفرقة والتصارم والتباغض فيما بيننا، فلنكن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولنكن كالبنيان الواحد الذي يشد بعضه بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالله الله بالتصافي والتآخي، وإن من عظم منزلة التآخي في الإسلام أنه ثاني عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، فإن أول عمل فعله بناء المسجد، ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار حتى يزرع بينهم أخوة الدين ومحبة الشريعة والألفة والصفاء، لأن الدولة الإسلامية والعلاقات الإيمانية لا تقوم إلا على صفاء القلوب ومودتها. فليتنازل بعضكم عن بعض، حتى وإن أخطأ إخوانك عليك فتغافل عن خطائهم وسامحهم لله عز وجل، وصف قلبك على إخوانك، فإن لك المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. فكلما زاد عفوك عن إخوانك وصفحك عنهم وتجاوزك وصبرك عليهم ازددت رفعة وعزة عند الله الذي خلقهم
الذي خلقهم، فأنت تعفو عنهم لأنهم عباد الله فيعفو الله عز وجل عنك، أنت ترحمهم لأنهم عباد الله فيرحمك الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلى عباد الله بالعفو والتنازل والصفح والصبر واحتساب الأجر عامله الله عز وجل وجزاه بالخير العظيم والثواب الجزيل والرفعة في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإذا عفوت وتنازلت فأبشر بالخير، فالذي أندبك له ألا تنقطع صلتك به ولا مراسلتك له حتى وإن لم يرد، فلعله لا يزال قلبه فيه شيء من أمور من الأمور التي أغضبته عليك، فواصل في رسائلك له، وواصل في اعتذارك وتسامحك، وواصل في سماحتك، وواصل في صفحك وعفوك، ولا تأخذنك العزة بالإثم فتقطع التواصل فيتحقق مراد الشيطان من الجهتين. وإذا تصدقت عن أخيك ونويت ثوابها له وصله ثوابها بإذن الله، وإذا استغفرت له ودعوت الله عز وجل أن يذهب ما في قلبه عنك فهذا خير على خير ونور على نور. أسأل الله أن يهدي قلوبكما وأن يذهب حظوظ الشيطان من نفسيكما، والله أعلم.